اطلع اتوقع بقى لما افطر واتوقع بقى ان ابو حمار اللي مات بالعربيه اطلع السوق. منطقة الضرب الأحمر اكتشفنا فيها حاجة فريدة من نوعها، ما أعتقدش إنها موجودة في أي حي تاني من أحياء القاهرة، هي إنها محتفظة ببعض المهن اللي تكاد تنقرض. عم فولي منورنا، عرف أهالينا في البيوت مين هو عم فولي. ده أنت نور الدنيا قدام حبيبتي، ربنا يبارك لك كتر خيرك. والله نور الدنيا. والله أنت مين يا عم فولي؟ من أسيوط. عندك كام سنة؟ عندي 78. ما شاء الله، ربنا يديك الصحة وطولة العمر. الله يصحك. احكي لنا حكايتك يا عم فولي من ساعة ما جيت القاهرة. على طول والله حبيبتي اشتغلت في الشغل دي. والله حبيبتي انت جيت القاهره وانت عندك كام سنه؟ كان عندي 40 سنه. يعني جيت متاخر. جيت ال 40 سنه الاولانيين في حياتك كنت بتعمل ايه؟ شغال في التلج برضه. ده في اسيوط؟ وهنا شغال هنا. ممكن تبتدي معايا رحلتك مع التلج جات ازاي؟ اعمل شغلتي كده عرض مستمر كده على طول. قرايبي اللي مات شغالين فيها. اشتغلت معاهم. على حالته على الله اشتغلت معاهم. كان عندك كام سنه ساعتها؟ كان عندي بتاع 20 سنه. والله يا بنتي 20 سنه. احكي لي بقى اصل شغلانه التلج، يعني انت بتجيب التلج منين؟ بتلف فين؟ بتبيعه بكام؟ ابوه 15 جنيه حبيبتي. والله في 2 جنيه الموضوع مكسب. 2 جنيه الموضوع طول النهار الموضوع. ابيعش اللي احتاجه بكلمه من زمن هنا في الدرب الاحمر هنا. اول ما جيت كنت بتبيع لوحه التلج بكام؟ كنت ببيع لوحه التلج ب 4 جنيه. دلوقتي لوحه التلج بكام؟ 15 جنيه. انت كل يوم ليك لفة معينة والناس بتستناك، احكي لي كده عن يومك من أول ما تصحى من النوم بتعمل إيه؟ بطلع أتوقع بقى لما أفطر وأتوقع بقى أن أبو حمار اللي مات بالعربية أطلع السوق. عندك عيال قد إيه يا عم فولي؟ عندي 8. ما شاء الله، الله أكبر، سنهم قد إيه؟ كبار لمظلم، كبار. أصغر واحد عنده 17 سنة، أصغر واحد. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم. الحمد حد لله. فيهم غاوي بيع التلج؟ لا مش هم، مش شغالين في التلج. معايا بنت الموضة عاوزتها في الكلية. طب ما حدش فيهم قال لك ريح انت يابا واحنا نشيل مكانك؟ انت ديك شايفه بعينك الموضوع. انت ديك شايفه بعينك. ربنا يديك الصحة وطولة العمر وما يحوجكش لحد ابدا. الحمد لله، بس والله انا نفتكر ربنا احسن من كل حاجة يا حبيبتي. بالظبط، ربنا احسن من الكل يا عم فولي. ربنا يا رب يديك الصحة وطولة العمر. الحمد لله وشكر. الحمد لله. الف حمد وشكر. الحمد لله. نورتنا في اهالينا يا عم فولي. ربنا يستر عليك واولادي والصلاة على النبي. وعليك يا رب. انا طالع النهاردة الساعة 2 بالليل. فين؟ عمره. ما شاء الله ما شاء الله. والله يلا توصل بالسلامة وتدعي لنا بقى. ده خبر ربنا، النور عينيا. والله حبيبتي الله يخليك، كتر خيرك، نورتنا. ربنا يستر عليكم حبيبتي، ربنا يستر عليكم اولادي. الله يستر عليكم حبايبي، الصلاة على النبي.